our lesson constant and variable. أول حاجة عايزين نعرفها يعني إيه constant يعني إيه variable. If I have equation like this, number 3 constant, هو number 3 هو مش يتغير, يبقى 3 constant حاجة ثابتة مش بتتغير, plus 2x, number 2 ده برضو constant, أي number في الإكويجن بتاع بيكون constant ما ينفعش نغيره. But simple x called variable, أنا معرفش الx ده مين, أنا ممكن أغيره. يبقى constant حاجة ثابتة مش بتتغير, variable حاجة ينفع نغيرها. زي ايه؟ ايه الconstant في حياتنا؟ day of the week, هل ايام الاسبوع ينفع نصحى الصبح مثلا نلاقيهم 6 days؟ لا طبعا, ال day of the week هم 7 days, يبقى دي حاجة constant ثابتة ما ينفعش تتغير. variable like temperature, درجة الحرارة بتاعتي ينفع تتغير, كل يوم بنلاقي التمبريتشر بتاعتي كل يوم بتختلف عن اليوم اللي قبله. يبقى constant حاجة ثابتة مش بتتغير, variable حاجة بتتغير. اوكي, طب انا هستخدمها في ايه يا ولاد؟ يجي يقول لي write the relation between x and y, عايز يعرف the relation between x and y. عندي حاجة constant مش بتتغير وعندي حاجة variable. طب اوكي, بيقول لي if the number y is, اول ما الاقي يا ولاد if the number y is, ال y دي كده هو بيكلمني عن number y equal, ده كده اهو ال number بتاعي. number y ماله بقى؟ 9 times x, لسه واخدين اللسنة اللي فات, 9 times x, times means اعمل باي لكن انا مش هكتبها, يبقى ال y equal 9x. طب second question, if a number x, بيكلمني على number اسمه x, ال x ده ماله؟ equal ايه؟ ال x علاقته بال y, ال x is 9 more than double number y, ال x 9 more than double number y. أول حاجة الـ operation more than means plus, الـ first side 9, double y يعني عندي 2y. تاني الـ lesson constant of variable, هو عايز يعرف الـ y لوحدها عندها how many x, أو الـ x لوحدها عندها how many y. كل sample واقف لوحده, هو مش equation, هو letter y عايز يكون لوحده مش جنبي اي حد, و letter x عايز يكون لوحده مش جنبي اي حد. يبقى ال y number y ماله؟ عنده 9 times x, عنده 9x. طب number x عنده 9 more than double y, more than عملت plus, 9 double يعني number 2y. طب ال question يا ميس ايه يجيل ازاي في ال exam؟ يجي يقول لك If the sum, sum هعمل plus, sum means plus, sum of a, sum of two numbers, ال two numbers دول اسمهم x واسمهم y, يبقى ال sum بتاع ال x وال sum بتاع مين؟ ال y, is 20 يعني equal 20. يبقى if the sum عملت plus ل two numbers x y equal 20, طالب مني ايه؟ عايز number y ده, letter y ده اهو يا ولاد, عايز ال y دي تكون واقفة لوحدها, وعايز ال y بس. طب عشان ال y دي تكون واقفة لوحدها يا ولاد, انا لازم اتخلص من x اللي جنبها. نخلي بالنا من الكواتشنز دي, لو عايز السامبل واقف لوحده, لو هو بلس يروح الاذر سايد يكون بالماينس, لو هو ماينس يروح الاذر سايد يكون بالبلس, لو هو باي يروح الاذر سايد يكون بالديفايد. طب اوكي, الواي عايزه تقف لوحدها, طب مين جنبها عايزين نتخلص منه يخرج بره؟ التويني دي يا ولاد بتقف زي ما هي, ما ينفعش تتحرك, مين هيخرج؟ الاكس, الاكس تخرج بره التويني اهي. طب يا ميس ايه؟ الاكس بلس يبقى تخرج بالماينس, ايه 20 واقفة متتحركش, وماينس اكس خلاص خرجناه.
يبقى الواي equal 20 minus x. تعالوا نشوف example 10. If the sum and هعمل plus minus a. If the sum of two numbers is 30. هو مش قايل two numbers دول مين، يبقى هما السامبل بتاعي على طول وانت مغمض x و y. is 30 equal 30. طب اوكي مش قايل كده، كتبت الايكويجن one of them x، واحد منهم x، then the other بيقول لي واحد x عايز التاني، يبقى هو بيدور على مين؟ يبقى هو بيدور على الواي. الواي عايزة توقف لوحدها، هو عايز الواي كده واقفة لوحدها يا ولاد. طب يبقى مين هيخرج برا؟ مين جنبها؟ الاكس تخرج جنب الثورتي. طب هي بلس ولا ماينس؟ بلس، يبقى تخرج ماينس واكتب الاكس دي خلاص شلناها، يبقى الواي equal 30 minus x. ناخد question تاني، بيقولي two numbers، برضو two numbers مش قايلي هما مين، فانا هفترضهم الـ sample x و y. two numbers their sum يعني الـ plus بتاعهم، والـ two numbers دول x و y، دايما نخلي الـ samples بتاعكو x و y. is 35، الـ two numbers equal 35. one of them x، واحد منهم x، then the other، يبقى هو طالب مني الـ y. طب يا ميس آية الـ y عايزة تقف لوحدها، يبقى هتتخلصوا من مين يا ولاد؟ مين هيطلع بره؟ برافو عليك، والاكس هتطلع بره. طب هي بالبلس فتكون بالماينس واكس، يبقى الواي equal 35 minus x، يبقى الواي equal 35 minus x. اوكي the last question، the difference. احنا اتفقنا من الكيبوردز بتاعتي difference means make a minus. The difference between two numbers is 7. مش قايل two numbers مين، يبقى x و y equal 7. The smaller is y، اللي smaller y عايز ال greater، يبقى أكيد ال greater بيدور على مين؟ على x. طب ركزوا كده معايا يا ولاد، هو بيدور على x، يبقى مين هيخرج بره؟ مين جنب ال x؟ ال y. طب يا ميس أيه ده ال y جنبها minus، فتخرج بره بال plus وأكتب number y، ودي كده خلاص شلناها. يبقى ال x equal 7 plus y، ال x equal 7 plus y.